الآن إلى فقرة العربية نت إنجليزي، وتنضم إلينا في الاستوديو شناز مكي. صباح الخير. صباح الخير شناز. طيب، أول مواضيعنا اليوم عن أوباما اللي يبدو أنه في العشاء السنوي للصحفيين، وكما هو المعتاد أوباما بيصير بيعمل كده، يعني بيقف ويسخر تقريبا من نفسه ومن الستاف تبعونه ومن كثير أشياء. فإيش كانت أحدث الأشياء اللي سخر منها أوباما؟ هو كان خلال حفل العشاء السنوي للصحفيين المعتمدين في البيت الأبيض. كان حضر طبعا الحفل عدد من مراسلين البيت الأبيض وبعض النجوم الإعلاميين، وحب أوباما يظهر روحه الفكاهية هي خلال حفل العشاء، فمثلا لفت أنظار الناس للتسريحة الجديدة لزوجته ميشيل أوباما، وعرض صورة ممنتجة له بغرة. أيوة. وكمان تكلم عن سخر من المعارضين اللي كانوا بيسخروا من ترشحه للرئاسة مرة ثانية، فكان بيقول لهم انه هو عندما ينظر لنفسه في المراه ويرى طبعا الشعر الابيض انه لم يعد ذلك الشاب المسلم اليافع الاشتراكي اللي كانت الناس يعني بتقول عليه زمان. نفس طبعا هذه انتقادات يعني المنتقديه يعني له، اليمينيين والجمهوريين. بالضبط. طبعا انا بس عجبتني الصوره، يعني هي كانت جدا مضحكه، يعني حلوه بالغره مضبوطه. بس على فكره طالع بالفعل شبه زوجته في هالصوره. يمكن هو ذكر انه هو كمان سخر من انه البعض شبهوه بممثل مغربي ادى دور الشيطان. صحيح. في احد صحيح. طيب، على العموم ننتقل لموضوع اخر، حمله ضد العنف الاسري في السعوديه. الحمله مؤثره لان هي عباره عن برقع، ويعني ليها سلوغ مؤثر جدا، لو تحدثينا عنها. احنا هنبتدي من الصوره زي ما انت كنت بتقولي. هي بتعرض صوره مراه منقبه وبين بس عينيها، احدى عينيها عليها اثار ضرب، والشعار بيكون مكتوب تحته ما خفي كان اعظم. الحمله تم تدشينها تحت رعايه مؤسسه الملك خالد الخيرية. هي تعتبر الأولى من نوعها في السعودية ضد العنف الأسري، وبتشجع الناس للإبلاغ عن أي حالات عنف أسري. الجدير بالذكر أنه الإعلامية السعودية سمر فتاني كانت ذكرت أنه من بين كل 6 نساء في السعودية في واحدة تتعرض للعنف الأسري، و90% من الحالات بتكون نتيجة عنف أسري من الآباء والأزواج. فبتهدف الحملة، أنه الحملة تقريبا موجودة في الرياض، في مكة، في المدينة المنورة، في نجران، وهي بتهدف أنه الناس تبلغ عن هذه الحالات في حال يعني تعرضوا. أيوه. على فكرة أنت طريقة كلامك تشبه تماما طريقة زميلتنا منى الشقاقي، مراسلتنا في واشنطن. عندكم نفس الأسلوب. فكرتك يعني بيها. أيوه جدا. طيب، آخر مواضيعنا الآن على تفاعل المصريين في تويتر على خبر إنشاء أول أوتيل خالي من الكحول. تدهو المصريين على تويتر يعني يتفاعلوا مع خبر افتتاح أول فندق خالي من الكحول في الغردقة. الحقيقة أنه الفيديو اللي احنا بنشوفه على شاشه دلوقتي بيورينا بعض العشرات اللي كانوا موجودين قدام المبنى، وهم جايبين زجاجات من الخمر وابتدوا حيكسروها ويدلقوا الخمر على السلم كنوع من تعبير عن رفضهم بيع الخمور على ارض مصر. يعني يعتبر للقرار او لانشاء الفندق. نعم. يعتبر ده اول فندق ينشا بدون خمور في مصر. هو تقريبا بيتكون من 134 غرفه و35 جناح. حضر بعض الشخصيات من جبهه السلفيه هذا الافتتاح. ايضا ردود الافعال كانت متباينه، كان في ناس مرحبه بالقرار وحسبته انجاز للاسلاميين في عهد الرئيس محمد مرسي، والبعض الاخر راى بانه في امور اكثر اهميه تستحق انه الحكومه والاسلاميين اللي بيحكموا مصر دلوقتي ان هم يهتموا بها. نعم. نود ان نشكر زميلتنا شناز مكي من موقع العربيه الانجليزي. شكرا لتواجدك معنا. وبعد الفصل مشاهدينا نفتح اولى ملفاتنا الطبيه. اذا يبدو ان احنا تحدثنا بالفعل عن الطب البديل، فسيكون عن الشباب وما يخلفه من ندوب على الوجه. ابقوا معنا.